الله، الشال الجديد بتاعي شكله حلو قوي ولايق على الفستان. ايه رايك يا ماما؟ ايوه فعلا يا حبيبتي، شكله حلو قوي، وكمان مبسوطه انه عجبك وانه كمان لايق على فستانك. وانا كمان برضو يا ماما، الشال بتاعي لايق على كل فساتيني، وانا فستاني الجديد عجبني جدا. ايوه طبعا يا حبايبي، وانا مبسوطه انه عجبكم، وان شاء الله كده تقدروا تحضروا حفله المدرسه وانتوا شكلكم حلو زي القمر. صحيح، رايك يا ميرو يا ماما شكله حلو قوي. ايه ده؟ السلام عليكم. الحمد لله. ايه ده بجد سلمى قالت لك كده؟ طيب ماشي، هنفكر سوا ونشوف هنعمل ايه. ماشي يلا سلام. مالها سلمى يا مين؟ اصل سلمى للاسف مش هتحضر حفلة المدرسة بلبس جديد، وبتقول ان هي هتحضر باللبس بتاع السنة اللي فاتت. الصراحه انا زعلانه علشانها قوي. وانا كمان زعلت عشانها جدا. طيب هنعمل ايه؟ انا جات لي فكره. يا ترى ايه الفكره يا مين؟ مش عارفه. فكروا معايا. هتعمل ايه؟ ايه ده يا مين؟ ايه ده؟ هو ايه البوكس اللي معاكي ده؟ ده بوكس هحط فيه الشال الجديد بتاعي وهديه لسلمى، هيبقى شكله حلو قوي عليها، وانا الفستان بتاعي كده شكله حلو لوحده وهيعجب صحابي كمان. انا مبسوطه منك قوي يا ميمي ما شاء الله، وعلى فكره انا موافقه على اللي انت بتعمليه. طب ليه يعني تديها الجديد بتاعك؟ انا جات لي فكره، احنا ممكن نبدل الجديد بتاعك بالقديم اللي عندي، وبرده هيكون جديد بالنسبه لسلمى. لا يا لومة، انا الصراحه عايزه اديها الجديد بتاعي. وانا معاكي يا ميمي، انا ممكن اديها العقد ده هيعجبها جدا. شكله حلو. هيبقى اللي تعملي ايه يا ميرو؟ بصور العقد بتاعي عشان انزله على السوشيال ميديا، واقول ان هديه لسلمى عشان كل اصحابي يشوفوه ويقولوا اني بعمل خير. يا خبر، هتنزلي عشان يعرفوا ان انت بتعملي خير؟ لا، انا زعلانه من اتنين ومبسوطه من واحده. طيب يا ترى يا اصدقائنا، مين فينا الصح ومين فينا الغلط؟ هنستناكم تقولوا لنا رأيكم مين فينا الصح والغلط عبر تويتر أو اتصالاتكم بينا. بنات.